بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 17 لحركة الشبيبة الطالبة المسيحية في عمان، والذي رعاه سمو الأمير علي بن الحسين، ويحضره ما يقارب 100 مشارك من 30 دولة. أجرت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نيوسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين مقابلة مع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر. أنا اسمي روي إبراهيم، أنا منسق البرامج بالأمانة الدولية للشبيبة الطالبة المسيحية بفرنسا. جايين اليوم على نورسات الأردن لحتى نخبركم أكثر عن مؤتمرنا العالمي، فتابعونا بهيدي الحلقة. أنا إبراهيم مسلم، الأمين العام للشبيبة المسيحية في الأردن. اليوم موجودين في مكاتب نورسات لحتى نحكي أكثر عن المؤتمر العالمي 17 للشبيبة الطالبة المسيحية، تابعونا. طارق حجازي من اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي 17 الذي عقد في عمان. اليوم احنا موجودين في مكاتب النورسات للحديث عن تفاصيل هذا المؤتمر، عن محاوره وأهميته وأهمية انعقاده عنا في الشرق الأوسط وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، تابعونا.